الحاجه الثانيه المغنيسيوم ده لازم تكون عارف عنه ان هو بيشتغل ككو فاكتور. كو فاكتور يعني عامل مساعد لانزيمات كتيره جدا جوه جسمك مسؤول، احدهم او احد هذه الوظائف هي انتاج الطاقه جوه الميتوكوندريا بتاعت الايه الخليه. ايه الميتوكوندريا وايه المغنيسيوم وايه انتاج الطاقه ده؟ بص يا سيدي، انا عندي الخلايا بتاعت جسمي فيها مكان بيتكون فيه الطاقه، العضي ده اسمه الميتوكوندريا، خلاص بيطلع طاقه في صوره مركبات عاليه الطاقه اسمها الاي تي بي. ماشي، المغنيسيوم ليه دور في الحفاظ على انتاج الاي تي بي ده، تمام كده، بيساعد الانزيمات المسؤوله عن انتاج الاي تي بي، فبالتالي الميتوكوندريا تفضل شغاله، تمام كده، فليه دور في عمليه بناء الطاقه، تمام كده. طيب الحاجه اللي بعد كده، المغنيسيوم بيساعد على كمان على الاسترخاء، وعشان كده دايما الجرعه بتاعته دايما بنقول للناس تاخدها بالليل قبل ما تنام علشان هو بيعمل ريلاكسيشن شويه وبيقلل القلق والتوتر اللي ممكن يصاحب بعض الناس اثناء النوم، تمام كده. فما تاخدش مغنيسيوم الصبح، حاول تاخده بايه بالليل، تمام كده. طيب كده خلصنا ان هو ايه المغنيسيوم. تعالوا كده بقى نخش بقى على ايه الزنك، وركز في الزنك ده قوي. الزنك ده مهم للجلد، للشعر، للضوافر، لانتاج الهرمون الذكري بتاع التستوستيرون، انتاج الهرمون الذكري بتاع التستوستيرون، وعشان كده دايما الدكاتره بيكتبوه في روشتات بتاعه امراض الذكوره وامراض العقم، تمام كده. طيب زي مثلا دواء اسمه كارنيفيتافورد، هتلاقيه التركيب بتاعه انا فاكر عباره عن ال كارنيتين مع زنك، ال كارنيتين مع زنك، تمام كده. طيب يعني الزنك ليه دور جد مهم جدا، نحاول ان يعني نقول لاي راجل حاول لازم لو ما بتاخدش حاجه فيها زنك في الاكل بتاعك لازم تاخد الزنك ده كسبلمنت، وهوريكم دلوقتي حاجات فيها زنك زي الحاجه اسمها الزنكترون، تمام، او مجموعه شويه فيتامينات كده اسمها الايه رويال بيتش، تمام. الحاجه اللي بعد كده، الزنك مهم عشان المناعه، بيقوي المناعة، فالزنك ليه حاجات كتيرة جدا، وظائف كتيرة جدا، لا تستغنى عنه ست ولا تستغنى عنه ولا يستغنى عنه راجل، تمام كده؟ طيب السيلينيوم اللي هو ده أحد أنواع المينرالز، تمام؟ اللي بيستخدم برضه كمضاد للأكسدة، ده موجود في السوق كده اسمه سيلينيوم إي سي. المنجنيز أحد أنواع المينرالز اللي بتحافظ على صحة المفاصل، تمام كده؟ طيب بعد كده هنبدا نتكلم على اخر حاجه اللي هي الفيتامينز. الفيتامينز كتيره وانا ذكرت امثله منها كتير، احنا مثلا حاجه زي فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين ايه حاجات مضاده للاكسده، والفيتامين ايه مهم علشان صحه الجلد، تمام كده، واشتقوا منه ادويه، تمام، زي الايزوتريتينول علشان يعالج مشاكل حب الشباب، خلاص كده، يبقى هو مهم للجلد ومهم للعينين كمان، خلاص. بس احنا خلينا في الحاجات اللي هي احنا بنتكلم فيها علشان نمنع الشيخوخه، مش عايز الموضوع يوسع مني واقول لك معلومات ايه ممكن ان هي تتوهك. يبقى في شويه فيتامينات ممكن تشتغل كمضاد اكسده، طيب في شويه فيتامينات ممكن تدخل في تكوين الدم، تمام كده، اللي هو الهيموجلوبين، زي ايه؟ فيتامين بي 12، في عندك اللي هو الفوليك اسيد اللي هو الفيتامين بي 9، في عندك الفيتامين بي 6 اللي هو البايوبوكسال فوسفيت، تمام كده، في باقي البيوتين، وفي الفيتامين بي 3 اللي انا اتكلمت لك عليه من شويه، بس انا هتكلم على البيوتين ده دلوقتي. البيوتين ده في فتره من الفترات كانوا بيقولوا عليه انتي ايجينج فيتامين، يعني الاجانب كانوا بيقولوا عليه ان هو بيعكس الطبيعه، بيخلي الكبير يصغر، بيخلي الكبير يصغر، تمام كده؟ يعني ايه؟ يعني ليه دور مهم جدا في عمليه مقاومه اعراض الشيخوخه، تمام؟ الفيتامين مش مهم كمان علشان الشيخوخه بس، ده مهم عشان الجلد، مهم علشان البشره، مهم علشان الشعر، وعشان كده الناس بتاخد الفيتامين في الكورسات بتاع علاج الشعر لما بيكون عندهم شعر،
وعشان كده الناس بتاخد البيوتين في الكورسات بتاعه علاج الشعر لما بيكون عندهم تساقط شديد. تمام، في منه المستورد، وانا بقول لكم ما تجيبوهوش علشان مضروب، تمام، الا لو كنت جبته مثلا من مكان معتمد خلاص متاكد ان هو اصلي. لو ما لقيتوش هات البيوتين ده خلاص واستخدمه من عندنا في مصر في حاجه كده اسمها بيوتين فورت، هيفرق معاك السماء والارض يعني بجد، هتحس فرق رهيب لما تستخدمه في شكلك في شعرك. يعني الناس اللي هي بتتعاني من سقط الشعر، طبعا حبايبنا اللي في السعوديه زمان وصلعوا من الميه اللي بيغسلوا بقى راسهم من دول. تمام، طيب فيتامين بي 3 انا قلت لكم ان هو بيساعد على تقويه الذاكره فبيأخر الظهور بتاع علامات الزهايمر. تمام كده، في عندي فيتامين د. فيتامين د هقول لكم فيه ثلاث حاجات مهمه للعظم خلاص، وعشان كده لازم ندي للاطفال فيتامين د. انا بقول ندي للاطفال فيتامين د ليه؟ اصل احنا الايام دي بندلعهم ما بنطلعهمش في الشمس. ربنا عمل لنا الشمس عشان لما نتعرض لها جسمنا يكون فيتامين د. دلوقتي احنا قاعدين كلنا في البيوت ما بنتعرضش للشمس، فجسمنا ما بياخدش فيتامين د او ما بيكونش فيتامين د، فبنضطر ان احنا ناخده من بره. تمام كده، وكل الاطفال دلوقتي تلاقي عندهم تقوس ولين في العظام، وفي ستات بقى عندها هشاشه عظام والكلام ده يعني كتير جدا. كل الشعب المصري تقريبا عنده نقص فيتامين د من ساعه لما اخترعوا التكييفات والمكاتب. ايام زمان كان الفلاح كان يسرح الارض من بعد الفجر خلاص، يعني كان ينام بعد صلاه العشاء ويصحى الفجر. الميلاتونين ظبطه وقايم مزاجه حلو، يصلي الفجر ويطلع على الارض يشتغل في الارض، الشمس تطلع عليه، فيتامين د يتكون، الراجل يبقى عظمه ناشف، ربنا يديله الصحه. حتى تشوف حتى الناس بتوع ايام زمان اللي عندهم 70 و80 سنه خلاص ممكن لو مسكت هيضربك خلاص، يعني لو ضرب ايده فيك هتعدي من الناحيه الثانيه خلاص، كان فيهم في صحه كده ان شاء الله. يعني مش زينا مثلا عايشين على الاكل الاورجانيك والكلام الفاضي اللي احنا بنتكلم فيه ده. طيب يبقى اذا فيتامين د مهم علشان العظم. تمام، الحاجه اللي بعد كده مهمه علشان المناعه خلاص، مهمه عشان الحاله النفسيه، لان لهم ان نقص فيتامين د ممكن يؤدي الى اكتئاب. يبقى اذا ممكن اقول ان فيتامين د حاجه علشان العظم، حاجه علشان المزاج والنفسيه تبقى كويسه، وحاجه علشان كمان الايه المناعه. تمام كده، اخر فيتامين اللي هو الفيتامين كيتو خلاص، ده بيساعد على النشاط والحيويه، بيساعد على النشاط والحيويه. انا كل الفيتامينات ديت هلاقيها في رويال فيجيني. مثال، عايز تستخدم بقى فيتاماكس بلس هات، عايز تستخدم فيتامين هات، اي مكمل غذائي تبص له كده وتلاقي موجود فيه الحاجات اللي انت ايه محتاجها. تمام كده، طيب تعالوا كده ما نتكلم بقى على اخر حاجه عندنا اللي هو الجلوتاثيون، اللي هو الاوميجا 3. بصوا يا جماعه، الاوميجا 3 مهمه للخلايا عموما، خصوصا الخلايا العصبيه. الخلايا العصبية اللي هي مكونة المخ والأعصاب بتاعتك. تمام كده؟ فإذا الأوميجا 3 مهمة لخلايا المخ وللأعصاب، فبالتالي بتساعد على الوقاية من بعض الأمراض اللي ممكن هي تصيب الجهاز العصبي. الحاجة التانية، لقوا إن هي بتقوي الذاكرة، ومصدر الأوميجا 3 دوت زيت السمك. تمام؟ زي اللي موجود في الدواء اللي هو اسمه اوميجا 3 بلس. تمام، خدوه، انتوا الزهايمر اكيد مطلع عندكم، خصوصا ايام الامتحانات تبقى دح الماده وانت داخل الامتحان ما انتش عارف ولا فاكر اي كلمه خلاص. فنبقى ناخد اوميجا 3، يبقى مهم عشان الاعصاب، مهم علشان الذاكره، مهم كمان علشان المفاصل خلاص، مهم علشان القلب. الحاجة التانية مهمة علشان الأوعية الدموية، مهمة علشان